كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المعلمة الكندية ماجي ماكدونالد الفائزة بجائزة المعلم العالمية وقدرها $1,000,000 أمريكي تقدمها سنوياً مؤسسة فاركي ومقرها دبي للمعلم الأفضل في العالم تشجيعاً من المؤسسة التي يرأسها رجل الأعمال صنيف فاركي للتعليم وكوادره وتوفير أعلى معايير التعليم ومخرجاته وتقنياته في المدارس العالمية خاصة في دول العالم الثالث. جاء ذلك التكريم خلال الحفل الكبير الذي أقيم في فندق ومنتجع أتلانتس في نخلة جميرة في دبي مساء اليوم، وحضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي شمة بنت فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والسيد صنيف فاركي رئيس مؤسسة فاركي، والدكتورة إيرينا بوكوفا مدير عام المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، إلى جانب حشد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية في الدولة ومن دول العالم. وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزة خلال تسلمها درع الجائزة، وأثنى سموه على جهود مؤسسة فاركي العالمية في سعيها لتحسين أوضاع التعليم وتشجيع المعلمين والمعلمات على تطوير أدائهم واستفادتهم من تقنيات التعليم الحديثة كي يتمكنوا من تقديم الأفضل للطلبة والطالبات وبناء أجيال قادرة على التكيف واستيعاب تقنيات التعليم بجميع فروعه وتخصصاته. وكان لرئيس وزراء كندا كلمة متلفزة هنأ فيها المعلمة الكندية التي فازت من بين 10 مرشحين تم ترشيحهم من بين 20,000 طلب تلقتها المؤسسة ولجنة التحكيم التي وقع اختيارها على المعلمة مارجي، معتبرا رئيس الوزراء الكندي الفوز الذي حققته ابنة بلاده نصرا ومفخرة لبلاده وشعبها، وتوجه بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يوليه من اهتمام ورعاية للتعليم وأهله ليس على مستوى بلده بل على مستوى العالم، مشيرا إلى تكريم سموه إلى المعلمة الفائزة واستضافة دبي لهذا الحدث العالمي بامتياز. وشكر أيضا مؤسسة فاركي ورئيسها على ما تبديه من اهتمام وتحفيز للمعلمين حول العالم من أجل بناء مستقبل واعي للأجيال المتعاقبة في مختلف الدول. Thank you so much, the Inuit.